وئام مساء الخير. مساء النور. أول ما تواصلت معنا في كلمة واحدة استوقفتني، بدي أتواصل ضروري مع مالك. إيه صح، كنت بدي أتواصل مع حضرتك، مزبوط هالكلام. وقلتي لمسألة ضرورية، شو يعني ضروري؟ ضروري لما بتوصل لحائط، بتقعد بتوصل لجواب واضح لما الغموض بيسيطر. بدك جواب اليوم؟ بدي جواب. جواب من مين؟ من الحب. 4 سنين من عمري راحوا. ما راحوا، أحلى أيام حياتي. أيمتى وكيف دخل هذا الرجل، هذا الحبيب حياة الوئام؟ من 4 سنين كنت واقفة على طريق عم ببكي، عم ببكي كتير بشكل مستمر. وين كنتي؟ كنت على نهر الموت بدي أخذ باص، واقف بشخص بيوقف، ما عرفت ملامحه بالبداية شو، بس حسيت بالأمان طلعت. طلعتي معه بالسيارة؟ نعم. شو قال لك؟ أول 10 دقايق ما كان في حديث لأنه كنت مستمرة بالبكاء. قلتي لي ما عرفت ملامحه، يعني لا. بفهم من هيدا الشيء اللي عم بتقوليه أنه شخص معروف؟ شخص معروف. معروف بأي وسط؟ بوسط الفن، فنان. يعني إذا أنا شفته بعرفه؟ أكيد، عنده الاسم والتيتر. كيف رجع اتطورت العلاقة؟ أفهم مني أنه بحاجة لعمل، كمان هو سبب من الأسباب الحالة النفسية اللي أنا عم هي شكنت بهيديك الوقت، فبادر وقال أنا مستعد ساعدك، وهيدا رقم تليفوني ومنتواصل. ما هو عطاني رقم تليفونه. سؤال، المرأة يعني المرأة اللي فيك اتصلت بعدين للعمل؟ للعمل أكيد، أول أولوياتي كان العمل. ومن هالاتصال كان اتصال بحثاً عن العمل، سكر باب العمل وفتح صداقة. وكيف انتقلت الحلقة من قصة صداقة إلى علاقة حب مثل بلشت بالحلقة؟ هو بادر بالإعجاب. ومين بادر بالحب؟ الاعتراف أنا، لأنه صار عندي الاستمالة الكلية، استمالني، أعطى كل الأساليب اللي عنده. شو قلتيله؟ ما تنسى أنه هو فنان، يعني أسلوبه حيكون مختلف جداً عن أي رجل. شو قلتيله؟ قلت له كلام لأغنية لفيروز، بحبك مثل ما حدا حب ولا بيوم رح يحب. هو شو رد؟ قال نياله. وقام اعترفت له بمشاعرها. هو ما قال الكلمة اللي هي ناطرتها. إذن اليوم أي جواب بدك منه؟ بدي جواب إنه ليش وقف هون؟ عم بينسحب، في انسحاب، في إشارات للانسحاب. يعني آخر لقاء كان انسجام كلي. آخر لقاء قد إيه وقت كان؟ 1 شهر و5 أيام. ومن وقتها لليوم؟ لا، جربت أتواصل معه، جربت كتير وما لقيتي جواب. لا، كان هو بيعدني إنه نحنا آخر مرة كان كلامه إنه ما في داعي حدا يعرف، إنه في ناس عرفت بقصتنا، استوب، ما بقى في داعي إنه حدا يعرف. كان هيك الاتفاق إنه ناس، بس هو بيعرف إنه ناس عرفت لأنه كان في ظروف خارج إرادتي. كانك عم تقولي تسربت قصة حبكم؟ اتسربت بأشياء خارج عن إرادتي، سبق قلت لك، يعني مش أنا قصدت. كيف توصفي؟ أجمل مخلوق، أحلى شخص التقيت فيه، عيني كبار قد المحيط. يعني أمرار بحس إنه أنا ماني بحاجة إني سافر، لما بتطلع فيه بحس خلص أخذت السفرة اللي بدي إياها. أمير، أمير من التاريخ. أمير أو سلطان؟ أمير وسلطان وملك، كل العزمة عنده إياهم. وإذا بتفوت على عالمه هو عالم الملوك والتاريخ، يعني بتشوف العديد من الملوك والأمراء. شو اسمه؟ اسمه إله الحب. ليش بترفض تقولي اسمه؟ لأنه هو بيرفض، لأنه مشهور. كنتوا تكونوا سوا بالأماكن العامة
أو كان أبداً ولا مرة. يعني نحن كنا فوت مطاعم ولا مرة. يعني كنت الحبيبة السرية. فيك تقول الحبيبة السرية بالنسبة لقلو، بس أنا ما كان عندي مشكلة إنه هو يصير معلن. يعني ما عندي مشكلة، ما بعرف إذا هو بيعتبرني حبيب. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.